نعتقد أن احنا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت بعد أن ظهرت هذه الهيئة المنتظرة إلى الوجود. والمستشار رياض حمود الهاجري هو نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، خريج كلية الحقوق جامعة الكويت في 83، تعين في النيابة العامة في نفس العام تقريبا، تم ندبه لرئاسة لجنة دعوة النصب وتصحيح الأسماء بصفة أصلية، بالإضافة إلى عمله في عام 90 نائب مدير لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى عمله الأصلي وكيل مساعد للتسجيل العقاري، وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية عام 99، محامي عام بالنيابة العامة 2000، محامي عام أول بنيابة الأموال العامة من عام 2002 حتى هذا العام، نائب رئيس الهيئة العامة كما ذكرنا. فليتفضل. السلام عليكم. شكرا الدكتورة بدرية، الدكتورة سهام على التعريف. دكتورة سهام، شكرا أيضا للمشاركين وشكرا للحضور. الحقيقة يعني يمكن حنا كهيئة فساد هذه فرصة أن نطلع يمكن أول مرة، حنا أيضا متابعين لكل ما يدور طبعا بالساحة، سواء تدري بوسائل التواصل الاجتماعي أو بالصحافة، أو الكل منتظر الهيئة ودور الهيئة وبدء عمل الهيئة، والكل أيضا يعني يلقي الآمال في الهيئة أنها سوف على الأقل تقلل من الفساد، ما نقول لها شيء يقضي على الفساد، وأيضا تخفف من آثاره على الاقتصاد وعلى المجتمع. أيضا الكل يمكن الآن بالسنوات الأخيرة أصبح يتابع موضوع الفساد والشفافية والنزاهة، وأصبح اليوم مؤشر مدركات الفساد يعني الكل يتابعه ومهتم فيه، فأصبح الموضوع الشفافية الآن هو السائد في هذا الوقت يعني. وطبعا ما أصبح هذا الموضوع هو السائد إلا نتيجة لتفاقم الفساد والفساد الإداري والمالي، وانعكاسه طبعا على المواطنين وعلى ثقة المواطن في أجهزة الدولة وعلى الاقتصاد البلد يعني. الحقيقة يمكن كلام كثير يدور حول متى تبدأ الهيئة في عملها. احنا أحب أنوه أن طبعا قانون مكافحة الفساد رقم 24 لسنة 2012 صدر في نوفمبر 2012، تم تعييننا كمجلس أمناء بتاريخ 16/6/2013، يعني بعد يمكن 7 شهور تقريبا من صدور القانون. طبعا البعض قاعد يحسب علينا الوقت من تاريخ صدور القانون، وهذا يعني ايضا كلام مو دقيق. يمكن احنا باشرنا العمل فور صدور مرسوم تعييننا، وبدانا في الاجتماعات يمكن من تاريخ حتى اول ما صدر المرسوم يعني، وكنا حتى بعد قبل حفل اليمين عقدنا اجتماع، ومن ثم بدينا نجهز لعمل هيئة. يمكن أنا حاط ورقة بس فيها تواريخ يعني تسعفني في التذكر يعني. فطبعاً في يمكن إحنا في بداية عملنا اجتمعنا ومارسنا نشاطنا في مكتب وزير العدل في وزارة العدل طبعاً في مجمع الوزارات حتى يمكن 31/7، 31/7 انتقلنا إلى مبنى وزارة التخطيط أو الأمانة العامة للتخطيط اللي على البحر، حصلنا لنا كم مكتب يعني وستاف، ونشكر طبعاً في هذا المناسبة الأمانة العامة للتخطيط والوزيرة اللي ساعدتنا في هذا المجال. طبعا كنا احنا في متواصلين حول مقر يكون تقريبا يخدم الهيئة لمدة طويلة حتى أن يتم بناء الأرض اللي تم تخصيصها لنا من قبل بلدية الكويت. طبعا يمكن في بداية عملنا احنا اعتمدنا الميزانية وارسلناها في 20/6، بدأنا في تشكيل فرق العمل، عدة فرق عمل يعني منها فريق اللائحة التنفيذية، وبدأ العمل فيه من شهر 8. قبل ما تبدأ طبعا احنا يمكن أسسنا 8 كان في مراسلات مع الجهات المختصة للترشيح الأسماء اللي راح تعمل معانا في هذه الفرق، ومن تاريخ 20/8 تم إنشاء الفريق، أيضا الهيكل التنظيمي وفريق الوضع استراتيجية شاملة للنزاهة. وبعدين لا ننسى أن في يعني في شهر 6 كان ذروة الصيف، بالتالي عقب رمضان يعني شهر رمضان الكريم، وبدأنا العمل الحقيقي في بعد منتصف سبتمبر.
يعني الآن حنا طبعا الكل يسعى للائحة التنفيذية أكثر شيء، مع أن اللائحة التنفيذية يعني هي طبعا العمود الفقري للقانون، وهي من أهم الأمور اللي يجب أن نعمل عليها بدقة وحتى تسعفنا في تنفيذ القانون. اللائحة التنفيذية اليوم حنا يمكن شارفنا تقريبا على الانتهاء منها، لكن أيضا لا يمكن أن أصدر اللائحة التنفيذية قبل ما تكون هناك أمور أخرى متوفرة لي، يعني من حيث المقر، من حيث الموظفين، من حيث التدريب، من حيث الحاسب الآلي، من حيث تدريب الموظفين وتجهيزهم لعمل الذمة المالية وأمور أخرى. لأن اللائحة التنفيذية فور صدورها راح تكون هناك في يعني مواعيد قانونية، راح تبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية، منها تقديم الذمة المالية سواء للموظفين الموجودين اللي هم سنة، أو سواء لكل من يتعين في وظيفة مدير فما فوق، فيجب على الفور نبدأ في أخذ الذمة المالية، وإلا سوف نتعرض لمواعيد قانونية مستحقة، راح نكون في مشكلة حقيقية بدون ما يكون عندنا المقر والموظفين. الموظفين طبعا مبني على الآن، حنا أيضا خلصنا يمكن من عمل الهيكل تنظيمي، وخلصنا من عمل جدول الرواتب، وخلصنا من عمل اللائحة الداخلية، وتم إرسالهم للجهات المختصة، يعني ناطرين موافقاتهم حتى نبدأ يعني على الأقل في التعيين الموظفين اللي راح نبدأ معهم العمل. طبعا القانون يمكن اللي طلع القانون، قانون يمكن في العديد من التفاصيل، يعني قانون يمكن جزء منه هو يعطي الهيئة سلطة رقابية، وفي جزء منه أيضا يعطي الهيئة دور وقائي، وفي جزء منه أيضا يتكلم عن الذمة المالية وعن البلاغ والتحري وحماية الشهود. وطبعا ما أتوقع أن ممكن راح نبدأ بكل القانون، طبعا أكيد راح نبدأ في الأمور تدريجية إلى أن تصل الهيئة إلى كامل طاقتها في العمل. طبعا من الأمور المستحقة في البداية هي راح تكون الذمة المالية والبلاغات والتحريات، هاي طبعا من الأمور راح تكون في الأول أعمال الهيئة راح نبلش فيها حسب القوانين، وأيضا حماية الشهود. الحقيقة القانون يعني تكلم أيضا عن موضوع دور المجتمع المدني. أنا بالمناسبة يعني قاعد أقول إنه أيضا مؤشر الفساد وتحسين مركز الكويت في مؤشر الفساد لن يكون دور الهيئة فقط لوحدها، لأن الحقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مؤسسي مختص فيه كل يمكن مؤسسات الرقابية بالدولة، وأيضا يمكن المجتمع المدني الكل دور إنه يسهم في هذا العمل. قد يكون الهيئة في هذه السنة لم تدخل من ضمن المؤشر بدركات الفساد، كونها لم تباشر عملها حتى الآن، لكن السنة الجاية أكيد راح ندخل، وأكيد راح إنه يكون يا إنه يكون لنا دور مؤثر في هذا المؤشر، أو ما يكون لنا دور مؤشر، وهذا تحدي أمامنا حنا يجب أن نعمل عليه ونسعى عليه بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى. المجتمع المدني طبعا من حنا نعتقد وعندنا إيمان راسخ، والقانون أيضا أوجب علينا أن نفتح المجتمع المدني ونتعاون معه في جميع الأمور. أيضا القانون أوجب على مشاركة المجتمع، وأوجب على كل واحد أن يتقدم في بلاغ في حالة وصول أي علم له بجريمة فساد من الجرائم الفساد منصوص عليها في المادة 22 من القانون، ووضع لها عقوبة أيضا، يعني في المادة يمكن 44 فيها حبس سنة وفيها غرامة لكل من يبادر في إبلاغ عن أي جريمة فساد بالنسبة للمجتمع. المجتمع طبعا احنا لما نستعرض بعض المواد راح نلقى أن الهيئة دورها وقائي أيضا مهم جدا، يعني أنا أحيانا احنا كهيئة ما نبي ننسى أدوارنا وننقمس في أدوار يمكن قاعد يمارسونها آخرين بالمجتمع أو في قصي مؤسسات الدولة. يعني أنا ممكن التحري والتحقيق والتحقيق، وبالأخير راح أحيل للجهات القضائية، لأن أنا ما عندي يعني سلطات قضائية حتى أنا أحيل للمحكمة، بالتالي راح ألجأ للنيابة العامة. طبعا هذا الموضوع ما راح أكون أنا وحيد فيه بالساحة، راح يشاركوني فيه النيابة العامة، التحقيقات، المباحث الجنائية والقضاء. لكن في أمور مهمة جدا لي أنا أوكلها لي القانون وتطبيق الاتفاقية، وأيضا موضوع وضع استراتيجية لموضوع الوقاية من الفساد، يعني كيف أنا ممكن باشر تعاون مع المؤسسات التربوية والمؤسسات الدينية في موضوع تثقيف المجتمع خلال طبعا فترة طويلة. أصعب شيء أنك أنت تعامل مع الإنسان وتثقيف يأخذ وقت وجهد طويل. أيضا أنا يمكن أتعامل مع المؤسسات الرسمية في الدولة، القانون أوجب علي أني أنا أراقب تشريعات واللوائح والنظم، وأحاول أني أعدل وأسكر ثغرات اللي فيها اللي ممكن تستقل. الفساد مو شرط يكون أن الإنسان فساد بالاختلاس أو السرقة، ساعات الهدر
وسوء استخدام الوظيفة أو سوء اختيار الموظف المعني في المكان المناسب مما يتسبب في يعني هدر في الوظيفة، هذا جزء من أيضا الفساد. عندنا بالهيئة العامة للفساد طبعا الآن لائحة تنفيذية مثل ما قلت أو شكت على انتهاء. احنا طبعا يمكن الآن أمس بلغونا، وهذا بالنسبة لنا كان خبر سعيد، أن تم تخصيص مقر لنا. طبعا هذا المقر يحتاج إلى بعض الوقت لتجهيزه. طبعا احنا خلال الفترة أيضا راح نحاول أن نوفر عدد من الموظفين بالتعاون مع الإخوان ينهون لنا الهيكل وينهون لنا جدول المرتبات. الكل يراهن متى نعمل. احنا بالعكس احنا يعني متشوقين ان نعمل باسرع وقت ممكن، لكن ايضا احيانا مثل الواحد اللي يعني يعمل عمل او يعمل بيت، الاستعجال احيانا ما يكون يعني يثمر عن هيئه سليمه، هيئه مكتمله يعني الاضلاع حتى تؤدي دورها بالشكل السليم. لائحه تنفيذيه مثل ما قلت احنا بدينا احنا في 15/9 العمل الحقيقي، لأن قلنا في فترة صيف وخاطبنا جهات وعلى ما زودونا بالإخوان اللي راح يشتغلوا معانا في الفرق المختلفة. الآن إحنا وشكنا عن انتهاية. عندنا إحنا أيضا هاجس إن هذه اللائحة تكون فعلا لائحة مكملة بشكل دقيق للقانون وقدر ما في الكمال لله سبحانه وتعالى، بس إنها تكون على الأقل فيها أقل قدر ممكن من النواقص اللي باكر تعيقنا في تنفيذ القانون. ايضا يهمنا في اللائحه ان ما يكون فيها تداخل مع الجهات المسؤوله الرغابيه الاخرى في المجتمع في الدوله. ايضا يهمنا ان المجتمع المدني يكون دوره واضح في هذه اللائحه. وبالتالي لدينا هدف ان احنا الى ان نجهز المقر ونجهز موظفينا خلال الفتره هذه، ان احنا نتواصل مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الرغبيه في عمل نقول احنا ورشه او في مراسلات او اجتماعات، ونعرض عليهم اللائحه اللي احنا عادينها ونسمع منهم في اي اضافات او اي ملاحظات او اي شيء يرونه انه يجب ان يدرج في اللائحه. طبعا مثل ما انتم عارفين احنا ما نقدر نتجاوز القانون، وبالتالي اللي راح يدرج في اللائحه راح يكون من خلال ما نص عليه القانون، ولا لا يمكن ان نضع اي تشريع اخر في اللائحه. هذا الهدف يعني حتى نصل إلى لائحة تنفيذية تخدم مكافحة الفساد. اليوم مكافحة الفساد هدف للجميع، يعني أنا ما أعتقد أن في أحد أي كويتي اليوم مخلص، وهذا قاعد ما تلمسه أنا الحقيقة في كل مكان. يعني الكل يحاول أن ينجو في بلدنا من هذه الظاهرة. طبعا أنا ما راح أقول أن بلدنا ما فيها أمور أخرى جميلة، لأن لما نبخس حق الآخرين المخلصين اللي يشتغلون في مؤسسات أو أجهزة أخرى في الدولة بدون ما أحدد يعني، لكن أيضا عندنا جزء كبير قاعد يعاني. سواء أنا بدي أشعر حتى الناس، يعني أنا عشان مؤشرات الفساد هذه يعني من أكثر الأمور صعوبة فيها أنها قاعد تأخذ من خلال الأفراد ومن خلال الناس اللي يراجعون مؤسسات الدولة. أنت عشان تغير هذا المفهوم عند الناس وتوصل أنك تحسن مؤشر الفساد، طبعا لازم تقنع مجتمعك مواطنينك أنت أنك غيرت وأنك فعلا في تغيير حقيقي وفي تطور. اليوم غياب الوضوح والشفافية في مؤسسات الدولة سواء من خلال المتطلبات المطلوبة لكل معاملة أو لكل عمل، أو الإنسان ضاع بالتالي بيضطر أنه يعمل أمور معينة حتى بس يخلص معاملته، رغم أنه ما حد يعطيه وضوح، ما حد يعطيه حتى شنو المعاملات المطلوبة. احنا دائما نقول يعني المفروض يكون الان الاونلاين يعني او الانظمه الاليه دور كبير في انجاز معاملات الدوله بعيدا عن احتكاك المراجع مع الموظف العام، لان بالخير كل ما قللتها كل ما قللت المشاكل المطلوبه. نعم لا على كل حال انا ما بيطول، قاعد مديره الندوه يعني قاعد تقول لي خلصت، لكن إن شاء الله نأمل نتواصل معكم بالأسئلة بعد شوي ونرد على أي سؤال يوجه لنا. شاكر لكم. أولا شكرا لك، وأنا أعتذر بشدة لأن احنا كلنا عندنا شغف أن نسمع المزيد عن هذه الهيئة. أيضا بودي نعطي فرصة بعد ذلك بعد ما ننتهي من الحديث إلى الحضور وكلهم مهتمين من الشخصيات ذات الاهتمام وذات التخصص في هذا الشأن، فعلينا أن نسمع منهم. لذا أعذرني أن يعني أوقفت حديثك، لكن نحن نحتاج إلى المزيد. الآن يتفضل النائب الأستاذ مبارك سالم الحريص، وهو أيضا قانوني، فأنا في محفل الحقوقيين والقانونيين.
هو عضو في الإدارة القانونية، خبراته بالبنك المركزي، عضو في إدارة الفتوى والتشريع، محامي مقيد بجدول التمييز والدستورية العليا، عضو جمعية المحامين الكويتية وأمين الصندوق، نائب مجلس الأمة لهذا العام أو لهذه الدورة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة حاليا. يود الأستاذ النائب مبارك أن يتحدث عن أهمية وجود مثل هذه الهيئة، وأيضا سيمر ببعض القوانين المنظمة في هذا الشأن، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوة في هيئة مكافحة الفساد على إقامة هذه الندوة التثقيفية التنويرية، وأشكرهم أيضا في دعوتي شخصيا للمشاركة في مثل هذه المواضيع المهمة. طبعا ما في شك ان احنا من سنوات كقانونيين، واعتقد كل الفعاليات حتى الاقتصاديه في البلد، ومن اكثر من 20 سنه كان الحديث عن يجب ان تكون هناك هيئه مكافحه فساد. ليش قبل 20 سنه انا ربطتها؟ لان هذه متابعاتنا، لكن كان يفترض ان تكون هذه الهيئه موجوده بقانونها وبجسمها الاداري والتنفيذي، كان يفترض ان تكون متوافقه مع وجود السلطات في بدايات الستينات. يعني سنة 62 صدر دستور الكويت ونظم العمل السياسي والبرلماني والتنفيذي في الدولة ككل، وأصبح هناك ثلاث سلطات. فأعتقد يعني كان يفترض من ذلك الوقت، شوف إحنا إيش كثر تأخرنا في إنشاء هذا صدور هذا القانون وإنشاء هذه الهيئة. ولكن دائما نقول يعني المثل الفلسفي، يأتي متأخر خير من أن لا يأتي. فالآن طبعا إحنا صدر القانون من فترة مثل ما تفضل الأستاذ المستشار، والكل يعرف أهمية هذا القانون وأهمية هذه الهيئة لمكافحة الفساد، لأن أمانة لا يستقيم العمل بين السلطات وبين السلطات من جانب والمجتمع ككل إلا إذا كان مثل هذه الهيئة موجودة ومثل هذه القوانين موجودة، حتى يأمن المواطن على البلد قاعد تسير بالشكل الصحيح. لا 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 يمكن أن يكون هناك تقدم اجتماعي وعلمي وتقني في البلد إلا إذا كان في هناك مكافحة للفساد، لأن الفساد فرضية موجودة في كل مجتمع في العالم، لكن يفترض أن الدول تسعى لمكافحته. إحنا للأسف كنا سنين يعني قوانيننا جدا متواضعة لمكافحة الفساد. نأخذ دائما في العموميات العامة في قانون الجزاء والقانون الإجراءات الجزائية، وهذه أمور يعني تأخرنا فيها كثير، لدرجة أن أصبحت هناك يعني بعض، ما أقول مثل لأنها هي خاطئة، لكن للأسف أصبح عندنا في الكويت الكل بدأ يشعر بأن هذا أمر طبيعي. الفساد مو طبيعي أنه يكون مرضي عنه، طبيعي يكون موجود بدرجات بسيطة مثل كل دول العالم، لكن أن يتم التعامل معه بأن هذا مرض بالكويت ومسلمين فيه، أعتقد هذا كان هو بحد ذاته كان مضر لدرجة كبيرة. وشفنا مثل ما شفنا قبل 3-4 سنوات القضايا اللي يعني انتشرت في الكويت ووجهت اتهامات، وصارت في هناك يعني للأسف أقول لك إياها، إحنا يعني أنا كنائب لما ندخل الديوانيات حتى قبل لا نوصل لعضوية مجلس الأمة، نشوف الناس بدأت تحبط لأن الفساد الكل يشوفه وما في له مكافحة. اليوم إحنا متأملين في وجود هذه الهيئة، ومتعملين في الأخوة المستشارين فيها وجميع الخبراء اللي إن شاء الله موجودين حاليا واللي راح ينضمون لها في المستقبل. وكان الانتقاد اللي يوجه، يمكن احنا في اللجنة التشريعية ايضا تحدثنا بهذا الموضوع، ان وكان وزير العدل قبل فترة، ان موضوع تأخر اللائحة التنفيذية، يمكن الاستاذ المستشار وضح بعض التبريرات اشكره في هذا الجانب، لكن كان يعني الناس يقول لك 6 شهور معروف يعني عند القانونيين إن اللائحة التنفيذية هي الأرجل التي يسير عليها أي قانون. القانون جسم، لكن بدون لائحة تنفيذية لا يمكن أن يعمل. فالقانون أحال للائحة التنفيذية في أمور كثيرة جوهرية، أهمها كانت قرار الذمة المالية وفترة 90 يوم وفترة 90 يوم الأخرى. فأعتقد كان يعني إحنا نتمنى إن لا يتأخر أكثر من شهر-2 شهر بعد صدور قانون الهيئة. لكن الآن إحنا يعني لمسنا بعض التبشيرات من الأستاذ رياض على اعتبار إن إن شاء الله فترة يعني قريبة، يمكن أنا أقدر أعتبرها بالأيام أو الأسابيع القليلة، إن شاء الله تصدر اللائحة التنفيذية حتى يكون هذا القانون قابل للتطبيق العملي، حتى يعطي النتيجة المرجوة منه، حتى يطمئن الكل. يعني لا يمكن لمستثمر أجنبي يجي يحط
مئات الملايين. اليوم المشاريع الدول الكبرى ما عادت مثل قبل 15 سنة مليونين ثلاثة خمسة عشرين، لا اليوم كل المشاريع من نص مليار وفوق، المشاريع الكبرى التنموية. فاعتقد ما في مستثمر يجي لدولة وهو يشوف إنه والله ما في قوانين تنظيمية لمكافحة أي فساد قد ينجم من ترسية عطاء أو من تقاضي معين. فاعتقد أن هذه الهيئة وهذا القانون وجوده ما هو ضروري إلا قمة الضرورة في مجتمع يسعى للتطور ومجتمع دستوري وقانوني. يعني إحنا سبقنا جميع دول المنطقة من 53 يمكن سنة، أو بالضبط من 51 سنة، لكن في هذا الجانب تأخرنا كثير. فديمقراطيتنا دائما نفتخر فيها، لكن مكافحة الفساد هي تثبيت للديمقراطية. مكافحة الفساد هي إعطاء ضمانة للتاجر وللفعاليات الاقتصادية تعمل بجو نقي. فأعتقد هذا المحلي، فما بالك الأجنبي. المحلي مرات يقول، يعني المستثمر المحلي يقول والله هذه بلدي وأنا وين أروح، لازم أستثمر فيها، في نقص بالقوانين شو أسوي، هذه ديرتي. لكن المستثمر الأجنبي لا، مو بحاجة أنه يجي لك إذا ما شاف منظومة قوانين متطورة، لا يمكن يجي. وبعدين إحنا بالنسبة لنا متطورة، لكن في دول العالم، أنا أذكر في تعديل على قانون مكافحة الفساد في بريطانيا، مرة لما بحثنا في هذا الموضوع سنة 54 تعديل على قانون، يعني القانون الأولي ما أدري متى صادر. فيفترض أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد. طبعا عشان ما نخفيكم، حتى القانون لما صدر فيه ملاحظات، وهذا طبيعة يعني معروفة عند القانونيين، لا يمكن يصدر قانون الكل يتفق عليه، في لنا ملاحظات. لكن أنا دائما عندي يعني نقطة دائما أقولها حق إخواني القانونيين في كل مشارب الدولة، إن خل يصدر قانون مع ملاحظات ولا نوقف بهدف التعديل، لأن إحنا تعبنا من إيقاف القوانين الضرورية بهدف هذا يبي تعديل، هذا يبي تفسير، هذا يبي توضيح. القانون إذا صدر يحل 70-80% بالمشاكل الموجودة، الملاحظات الموجودة بتعيق لي 25-30%، فليكن. لكن إحنا قبل معاقين بالنسبة 100%. فدائما نطرح هذه الفكرة، حتى الحين القانون الحالي يمكن الأستاذ رياض عنده فكرة، إن إحنا في بعض المشاريع الاقتراحات بقوانين في مجلس الأمة قدمت لنا باللجنة التشريعية، إن والله إحنا تبعيتها وين راح تكون، شنو بعض الملاحظات الموجودة عليها، أنا ما أبي أفصح فيها لأنها بعض الأخوة اللي تقدموا فيها لهم لا زال دراسة عليها. لكن قانون صدر عندك تعديلات عليه، قدمها، ما هذا ما يمنع لك حق دستوري ولائحي، ما يمنع التفكير في تطوير قوانين حتى لو كان حديث الولادة. هذا القانون ممكن حدثه، لأنه ممكن في وقت صدوره كان هناك ظرف معين، وبعد 6 شهور أو سنة أصبح ظرف معين. ودائما الدول الفتية المتطورة تعدل قوانينها بدرجة يعني حتى بال3-4 سنوات ممكن يكون تعديل. لكن إحنا يعني ما نبي نستمر في جلد الذات وإحنا تأخرنا وإحنا، لا بالعكس، اليوم في تفاؤل في وجود هذا القانون، وفي تفاؤل بوجود هذه الهيئة. ونتمنى أيضا أن الأخوة القائمين عليها دائما يواكبون أي تطور في البلد. من انت اليوم عارفين يعني حتى احنا عندنا قانون التعاملات الالكترونيه اللي قريناه قبل فتره باللجنه، والان على جدول اعمال المجلس. فكل هذه الامور مرتبطه. منظومه مكافحه الفساد كذا قانون، ابرزها اللي هو قانون مكافحه الفساد الحالي اللي صدر ووجود الهيئه، لكن ايضا في قوانين تضارب المصالح وقانون حمايه المبلغ وقوانين يعني كثيره فيها افكار واضحه وتحتاج ايضا تعديل وتحتاج اضافه. فأنا أعتقد أن اليوم إحنا على السلم صح، نتمنى أن يكون هناك دعم. وأنا يمكن حتى الأخوة الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة دائما نقولهم أي فكرة عندكم، إحنا في مجلس الأمة يفترض أن يكون في تباحث عليها مسبق، لأن لا يجي المشروع وإحنا في مجلس الأمة ما عندنا فكرة عنه وبعدين نقرأ عنه بالصحافة. هذا طبعا ما تكلم عن القانون، هذا أتكلم بصفة عامة، لكن أبرزها القانون اللي صدر فيه. لأن لما تبدأ اقتراحات بتعديل قوانين من ضمنها الحين قانون البيئوتي، يمكن هذا قانون اقتصادي لكن في النهاية قانون راح يحرك عجلة الاقتصاد بطريقة يعني أعتقد سحرية في البلد، لأن من سنوات ما قدم تعديل يعني ناجع على هذا الموضوع. لكن نبي يكون توافق بين السلطات، بين سلطة مجلس الوزراء التنفيذية وسلطة التشريعية مجلس الأمة على أي تعديلات للقوانين، حتى لا يكون التعديل معيق. وإن حدث تعديل معيق يفترض أن يكون من خلال قانون سائر، مو قانون لا زال مقترح.
نيابي في اللجنة التشريعية أو مشروع قانون في مجلس الوزراء، وحبيس الأدراج بهدف والله هذا عليه تعديلات مثل وبرزها قانون البي أو تي. خلاص نحن بالمكافأة الفساد صدر، لكن طالع البي أو تي كل يوم يجيك وزير يقول لك والله يا جماعة إحنا عليه تعديلات، أنت قدمه وخلنا نخلص منه. طبعًا يبحث الآن في اللجنة المالية بعد ما خلص من التشريعية. هذا كصورة عامة أساس أحطكم في الجو السبب أسباب التأخير عندنا في البلد. أسباب التأخير كنا نتابعها، اليوم إحنا في مواقعنا اللي فيه لا والله قاعد نلبسها ونشوفها. فيعني على أساس يكون التفاؤل إن شاء الله موجود، هذه الهيئة نتمنى أن تمارس دورها حسب قانونها، نتمنى صدور اللائحة التنفيذية بأسرع وقت. أي ملاحظات تجي مستقبلاً ما في مانع لها، لكن خلونا نحس إن إحنا في بلد يكافح الفساد، خلونا نحس إن في بلد فيه سلطات تعمل صح، لأن السلطات تكون من بشر من ناس، يعني السلطة التنفيذية مجلس الوزراء والسلطة التشريعية مجلس الأمة، هذيل أعضاء في السلطات فيها ناس، يعني السلطة ما تعمل بروحها، فالناس هذه تحتاج أن تكون واثقة انها مرصوده. يعني احنا اللي خلى يعني بالكويت من فتره ان ما في قوانين تحاسب، اليوم هذا القانون راح يكون اي مسؤول في احدى السلطتين راح يعرف ان اي شيء ممكن تجاوز مالي او بطريقه فيها شبهه فساد ممكن عن طريق الهيئه يحال للنيابه العامه. وانتم عارفين المسؤول اذا حيل بتهمه فساد مالي هذا انتهاء لحياته السياسيه في البلد، وهذا المفترض حتى قبل لا يصدر حكم. وان كان يعني القانونيين يقول لك هذا ما هو منطق قانوني، لكن احنا علينا من الشبهه دائما يبتعد اي انسان تكون عليه شبهات ماليه حتى قبل صدور الاحكام. لذلك اهميه وجود هذا القانون حتى لا يكون هناك عبث في اموال الدوله، حتى لا يكون هناك عبث في التجاوزات الاداريه. حسب علمي يعني مكافحه الفساد بصوره عامه اللي هي التجاوز المالي والاداري، وليس الاداري فالمالي فقط. فهذا هو الهدف من وجودها، حتى عضو السلطه سواء التشريعي او التنفيذي يعلم ان تحت المجهر، واي خطا منه فيه شبهة فساد ممكن يتعرض لمحاكمة. إن كان بريء راح يبرأ، لكن إن كان مدان يجب أن يدفع ثمن هذا العبث. فإحنا دائما نقول يعني هذا إن شاء الله إحنا على الخط السليم ومتفائلين فيه، وإحنا في مجلس الأمة وبالأخص في اللجنة التشريعية راح نكون مساندين لها في كل الاقتراحات اللي تطور عملها، كل الاقتراحات والمشاريع والاقتراحات بقوانين اللي ممكن تعطيها الصفة بالأبعد في تحقيق النتائج الوطنية المرجوة منها. وأنا في النهاية شاكر لكم استماعكم وشاكر الأخوة المنظمين، والله يعطيكم العافية. شكرا لك الأخ النائب مبارك سالم الحريص على ما قدمت وزدت إيضاحا أيضا. الآن نحن بحاجة إلى أن نستمع إلى المنظمات المدنية ودورها الفاعل في الدفع بمثل هذه الهيئات اللي تنشأ بالدولة. الآن نترك الحديث إلى الأخ صلاح محمد الغزالي، وهو رئيس جمعية الشفافية. هو كان رئيساً للهيئة المفوضية الأهلية للانتخابات لفترات عدة سنوات، أيضاً لمؤشر مدركات الإصلاح في الجهات الحكومية، كان رئيس مجلس الأمناء، أيضاً منتدى المستقبل الثامن في 2011 المنسق العام، وأيضاً في الحوار الوطني كان هو رئيس هذه اللجنة التي أعدت. حقيقة كان عملاً متميزاً في ذلك الوقت. أيضاً هو عد مجموعة من الدراسات والكتب، ولا ننسى دور جمعية الشفافية وعلى رأسها الأخ الغزالي في الدفع بإنشاء مثل هذه المؤسسات. نترك الحديث لك فتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم في هذه المناسبة. طبعا اليوم احنا نحتفل بذكرى مرور 10 سنوات على صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت في 9 ديسمبر 2003. لذلك نحن نستذكر في هذه المناسبة
في هذا اليوم ليس فقط في الكويت وإنما في كل دول العالم هيئات الرسمية لمكافحة الفساد ومنظمات الشفافية والمجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد نستذكر هذه المناسبة حتى نتوقف عند حجم الإنجازات وحجم الإخفاقات في موضوع مكافحة الفساد. طبعاً هذه الاتفاقية الكويت وقعت عليها في هذا اليوم 9 ديسمبر قبل 10 سنوات في الولايات المكسيكية المتحدة في مدينة مريدة. إحنا سنوياً حقيقة منذ إنشاء الجمعية جمعية الشفافية الكويتية في 2005 ونحن سنوياً في هذه المناسبة ننظم احتفالية. الفرق في هذا العام أن غير ننظم هذه الاحتفالية وهي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهذا شيء يدعو إلى السعادة بالنسبة لي أنا، فصار هناك جهاز رسمي في الدولة يتصدى لموضوع مكافحة الفساد. وأذكر أنا في 20/2/2006 سمو ولي العهد أقسم أمام مجلس الأمة على تولي ولاية العهد في 20/2/2006. في 28/2 بعد 8 أيام إحنا زرنا مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية نقدم له التهنئة وسلمنا نسخة من مقترح قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد. واستمرت جهود الجمعية على مدى 7 سنوات إلى أن أثمرت بصدور مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. لذلك نحن في هذا العام احتفالنا ثلاثي مثل ما يقولون، هاتريك على ما يسمون الرياضيين. الاحتفال الأول بمناسبة مرور 10 سنوات، والمناسبة الثانية إحنا هذه المرة الأولى اللي نشارك بتنظيم هذه الاحتفالية من طرف آخر اللي هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهي أيضا ذكرى سنوية كل العالم يستذكرها. الحقيقة ليش إحنا نهتم في موضوع مكافحة الفساد؟ اسألوني قبل قليل بعض الصحفيين ما هو حجم الفساد في الكويت، ولعل الأرقام هي أفضل من يتحدث عن حجم الفساد، ونقارنها مع دول العالم ككل حتى إحنا نكون في سلم، وإن كانت هناك بعض التحفظات من بعض الأطراف على المؤشر، وأي مؤشر يصدر في العالم تكون هناك عليه ملاحظات، لكن إذا كانت هناك ملاحظات على هذا المؤشر فهي تنطبق على الجميع، فبالتالي ما في تمييز ضد بلد لمصلحة بلد. هذا المؤشر مؤشر مدركات الفساد، ترتيب الكويت ب10 سنين. في 2003 كان ترتيبنا الدولي 35 العمود اللي بالمنتصف، بعدين نزل 44 45 46 60 65 66، في عام تحسننا 54 واللي وراء 54، بعدين الأحداث كلنا نعرفها الأخيرة، ولعل يعني ربط الأحداث يبين لك يعني مصداقية هذا المؤشر بدرجة كبيرة. نزلنا إلى 66 وقبل أسبوع طلع المؤشر ترتيبنا 69. لذلك حجم الفساد حقيقة مفزع في الكويت، وأي شخص يعني يحب بلده ما يقبل بهذا الوضع. طيب السؤال، ما هي خريطة الطريق للخروج من مأزق الفساد؟ نتكلم وايد احنا عن الفساد، ومثل ما قال الأخ مبارك الحريص من سنة 62 لمن وضع الدستور أكو فساد ومستمر هذا الفساد، ولم ينجح مجلس الأمة والسلطة التشريعية بالقضاء على هذا الفساد، مع أن في استجوابات، مع أن الكويت أقدم ديمقراطية في دول الخليج وقد تكون هي يعني الأكثر ديمقراطية، لكن إحنا وضعنا الأخيرة بين دول الخليج. إذن عندنا مشكلة، الديمقراطية بدل أن تكون حل لمواجهة الفساد صارت مشكلة. إذا دول عندها سلطة واحدة فاسدة صار عندنا سلطتين إحنا فيهم مشكلة. لذلك السؤال، كيف نخرج من هذا المأزق؟
أنا أعتقد طبعاً إحنا كنا قبل إنشاء الهيئة كنا نقول لابد من وجود مؤسسة تكافح الفساد، ما يصير نعتمد على نواب نائب يكافح الفساد وشوي مخلوط يمكن بأسباب أخرى، وقد هذا النائب اليوم نشط والبرلمان القادم الفصل التشريعي التالي ما ينجح، ممكن اليوم عنده أغلبية بكرة البرلمان اللي بعده ما عنده أغلبية. وأثبت التاريخ من 62 إلى اليوم أن مجلس الأمة لم يستطع الحد من الفساد بدليل الأرقام اللي ذكرناها. إذن لابد من وجود مؤسسة تكافح الفساد، الآن نشأت هذه المؤسسة. أعتقد يعني أكو متطلبات سريعة ولعلها، وأنا متأكد أنها ليست خافية على الأخوة مجلس الأمناء في الهيئة، استقلالية تامة للهيئة. إحنا ناقشنا كثير في السنوات الماضية الاستقلالية، بعض الدول تتبع رئيس جمهورية أو تتبع الملك مثل السعودية أو تتبع البرلمان مثل العراق، لها تبعيات في عدة دول مختلفة. الكويت نوقشت دستوريا ما في حل إلا الوضع الحالي، لكن أنا أعتقد أن هناك صور أخرى لتعزيز الاستقلالية غير الجانب الدستوري ولا القانوني، إنه والله أشيلها من هالوزير إلى هالوزير ولا أوديها إلى رئيس الوزراء، بالنهاية راح تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أكو إجرائيا ممكن إحنا نعزز الاستقلالية بشكل كبير.